ببدأ بالفتح، يمكن أسرع تقييم أو أسهل. الفتح يعني صار له 3 مواسم ولا يزال، حتى مع وجود فتح الجبال اللي يعتبر المدرب التاريخي للفتح، لا يزال الفتح حتى وإن كان السادس، بس المراكز ترى من يعني من بعد النصر والفيصلي كل الفرق ترى يعني نقاطها متقاربة إلى أحد، إلى 13. الفرق أعتقد أنه 4 نقاط بين يمكن السابع والثالث عشر. فوجوده في المركز السادس حاليا ما يعطي مؤشر انه صحة وتعافى ورجع الفتح اللي نعرفه، لكنه مثل ما قال الكابتن خالد الغامدي ما راح يقدم المباراة بشكل سهل. يمكن النصر مع مدرب جديد وحضور الانتصارات في اخر لقاءين، المباراة الجاية على ارضه، نفسيات اللاعبين ورضا الجمهور التام عن المدرب من خلال انطباعاتهم، بيجعل النصر يعني المرشح الأقوى للـ3 نقاط حتى ما إذا مشت الأمور بالنمط اللي جالسين نشوفه. أنا بس شد انتباهي اللي ذكره المدرب إنه يسعى لمعالجة الأخطاء الدفاعية أو تطوير دفاع النصر. لو رجعنا للنتائج، هو درب النصر في 5 لقاءات، 3 فوز و1 تعادل وخسارة وحيدة. تسجل فيه في الـ5 لقاءات 5 أهداف. صحيح آخر مباراتين كان شباك النصر نظيفة، لكن هو صرح هذا التصريح لعلمه أنه النصر عنده خلل دفاعي. مو بالضرورة هو يقصد مرحلته، يمكن يقصد الخلل الواضح في النصر حتى من أيام البطولة العربية، طريقة استقباله للأهداف. يعني حتى مع أحد تعادل، لكن أحد استطاع يسجل 2 مو تقليلا من فريق أحد، لكنه كونه تظهر بهذه النتيجة قدام أحد، فالمدرب لمس هذا الخلل. آخر لقائين مع أنه الرائد ترتيبه الأخير، لأنه نسبة التهديف عندهم جيدة، لكنه ظهر بشباك نظيفة قدام الرائد، ظهر بشباك نظيفة قدام الاتحاد. بالإضافة إلى الرضا، ترى إحنا بالنسبة لنا هنا في السعودية في الشرق الأوسط، عامل الرضا والتفاهم وارتياح اللاعبين للمدرب شيء جيد لإكمال المسيرة. طيب، الحاصل إلى اليوم بين لاعبين النصر، جمهوره، إعلامه مع المدرب، وحالة الرضا هذه خصوصا من بعد المعسكر، هي اللي بيكون لها يعني بنسبة كبيرة دور كبير في استمرار النصر في الانتصارات. طيب.